السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب دايما تكونوا بألف خير. معاكم مطبخ سنسوفة بفيديو جديد جدا، ويا رب كده يعجبكم. الوصفة دي بالنسبة لي أنا أحلى من البانيه وأخف من البانيه وكمان أسرع وأسهل وأبسط من البانيه وحلوة جدا. البانيه الصدر الواحد تقريبا بيعمل لنا 8 قطع، 8 قطع ممكن يغدوا فردين. فنفس الفكرة في الوجبة دي، هتغدي فردين وبكيلو فلفل، اقل من كيلو بحاجة بسيطة. فهي حلوة قوي، بسيطة قوي، سهلة قوي، وطريقة جديدة وخفيفة. واللي عايزين يحملوا دايت الوصفة دي حلوة جدا، بس تشيلوا الجبن بس. زي ما انتم شايفين قدامكم اهو، انا فتحتها من جوه، هي فيها فراخ، فيها فلفل، فيها صوص، فحلوة جدا. وتعالوا نقول هنعمل ايه. نسمي بسم الله كده. عندي هنا زي ما قلت لكم صدر فرخه واحد وفلفل الوان. كان عندي 6 فلفلات، اقل من كيلو، اقل من كيلو الفلفل بيبقى تقريبا الكيلو فيه 8، فده اقل من الكيلو، والكيلو الفتره دي ب20 جنيه. وعندي صدر فرخه، بصراحه الفراخ دلوقتي معرفش الصدور بكام، تقريبا وصلت لحاجه و90 دلوقتي، او قولي 90 مثلا. ده للكيلو، دي ربع كيلو، يعني مثلا واقفه عليكي ب25 جنيه كمان مثلا فراخ. يعني الوجبة كلها هتكفي فردين وطفلة صغيرة، يا قولي هتكلفك 45 جنيه ل50 جنيه. تعالوا نكمل ونقول تبلناها بايه. انا هتبل بملح وفلفل اسمر وشوية بابريكا وسنة بهارات فراخ. بهارات الفراخ اختيارية جدا، عايزة تحطي بدل بهارات الفراخ تحطي مرقة فراخ برضو اختياري. عايزة تشيلي اصلا بهارات الفراخ وما بتحبيهاش، استكفي بالملح والفلفل والبابريكا فقط. ولو عايزة بقى تزودي سنة شطة هتبقى حلوة جدا. انا المرة دي نسيت بصراحة احط الشطة، فانتوا لو بتحبوا الشطة حطوا سنة كده تديها حراق خفيف كده، هتبقى لذيذة وهتبقى مختلفة. في طاسة بقى على النار هنحط فيها زيت او زبدة او سمنة، اي مادة دهنية، وهننزل بقطع الفراخ بتاعتنا دي. الوجبة مشبعة حلوة جدا، زي ما قلتلكوا اللي عامل دايت يقلل نسبة الزيت ويعملها كده وهتطلع حلوة جدا جدا معاه. خلاص كده بعد ما الفراخ اتشوحت تشويحة محترمة كده، هنزل بالفلفل. الفلفل اللي قدامكم ده بقى هو الراس بتاعت الفلفل، مش احنا قطعنا الفلفلية من فوق، فالراس دي خسارة، فهنقطعها ونحطها هنا. عايزة بقى تحطي في الخطوة دي بصل، عايزة تحطي في الخطوة دي شوية كوسة، عايزة تحطي جزر، اي حاجة هتنفع مع الوجبة دي هتنفع وهيبقى طعمها حلو. وكمان حاجة، معلقة صلصة طماطم محترمة كده، يعني كبيرة شوية نسبيا. وخلاص كده، وشوية مية عشان نعمل صوص. وكده وصفتنا جاهزة. هنعمل ايه بقى في الفراخ دي؟ هنسيبها تاخد وتدي مع بعضها مع شوية المية اللي احنا هنزودهم دلوقتي، تقريبا مقدار كوباية مية. وبعد كده هنحطها بقى في الفلفل بتاعنا. عايزه بقى ما تحشيش فلفل، عايزه يعني ما تحشيش الفلفل وتحشي مثلا كوسه، عايزه تحشي اي حاجه تانية بالمكونات دي تبقى حلوه. وبالذات ان الاطفال في الحاجات اللي زي دي بياكلوا وبيحبوا شكلها وبتبقى تجديد بالنسبه لهم. عندي هنا كذا طفل بصراحه لما عملتها قبل كده اتشكلوا على الالوان، ايه يعني هم مين هياخد لون ايه، مين هياخد لون ايه في الفلفل. فكان بجد حاجه حلوه جدا بالنسبه للاطفال، يعني ان هم يتشكلوا على حاجه صحيه، دي حاجه حلوه جدا. خلاص كده زودت الميه زي ما قلت لكم، وهقلبها تقلبتين وتاخد غلوه كمان، وهبدا احشي معاكم الفراخ. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. بس قبل ما نكمل عايزه اقول لكم كمان ان انا هحط جبن موزاريلا. لو انتم مش عايزين تحطوا جبن ما تحطوش عادي، ودخلوها الفرن كده وهتاخد وش وهتبقى زي الفرن. رصي بقى الفلفل بتاعك في اي صينيه بايركس، في اي حاجه، في طاجن، في اي حاجه، في اي حاجه عندك متاحه. رصي بقى زي ما تحبي وابداي احشي الحاجات دي. بس قبل ما نكمل خليني اقول لكم ان شويه الصوص دول اللي في الجنب دول اهم من الفراخ كلها، لان هي دي اللي هتسوي لي الفلفل وهتخليه جوسي كده ومستوي وحلو من بره. فيلا نحط بقى الفراخ بتاعتنا في كل فرخه كده، في كل فلفلايه كده معلقه، وبعد كده وسطاني الكميه بتاعتك. وبصراحه هم ما شاء الله، يعني الفلفلايه كانت مليانه فلفل، مليانه فراخ قصدي، فهي حلوه وما شاء الله. يعني لو كل واحد اخد 2 هي بتشبع. لو انتوا مثلا 3 افراد اكلتكم حلوه، فهي لو كل واحد اخد فلفلتين من دول
هي حلوه قوي وطعمها حلو ولذيذ مع شويه مكرونه او شويه رز بقى، والصوص دوت اللي هينزل كمان من في البايركس بتاعك، تاخدي الصوص ده وتحطيه على شويه رز ابيض كده او رز بشعريه، هتنقلك الدنيا في حته تانية خالص. يلا نقول هنعمل ايه بعد كده. بعد ما خلصت حط الفراخ في الفلفل، حطيت كمان الصوص في الفلفل، بس بصراحه الحته دي ما اتصورتش، وحطيت على وشها بقى جبنه موتزاريلا كده عشان تديكي الشكل الحلو اللي قدامك ده. زي ما انتم شايفين الصوص اللي نازل من الفراخ مع الفلفل تحفه. هو ده بقى اللي بقول لكم عليه، ان انتوا تغمسوه مع رز او رز بشعريه، او حتى تحطيه على المكرونه، تسلقي مكرونه تاخدي الصوص ده كله وتحطيه على المكرونه كده، هيبقى حلو جدا برضو، واخد بقى من طعم الفراخ، من طعم الفلفل، من طعم البهارات بتاعتنا وشويه الملح، تحفه تحفه. يلا ناخد بقى واحده نشوفها من جوه عامله ايه، استوت ولا لا، الفلفلايه طريه ولا لا. بصوا كده قدامكم الفلفلايه، يعني انا ماسكاها بشوكه ومعلقه علشان ما تتهريش مني وانا بطلعها، لان ما شاء الله مستويه حلوه قوي. تعالوا بقى اوريكم شكلها من جوه عامله ايه. وقبل ما نكمل ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتعرفوني رايكم في الوصفات ايه. يلا نقطعها بقى من النص ونشوف هي عامله ايه ولا دنيتها عامله ايه كده. زي ما انتم شايفين الصوص برده قدامكم اهو، بوريه لكم، ده اللي ممكن تحطوه على المكرونه هيبقى حلو جدا. شايفين بقى شكلها عامل ازاي، شايفين الجبنه من فوق شكلها عامل ازاي. تعالوا نقطعها سوا ونشوف عامله ايه. الفلفلايه دايبه دايبه، الجبنه طبعا بتمط زي الفل، الفراخ طبعا هي مستويه اصلا في الطاسه بتاعتنا، وشايفين بقى بصوا بصوا الصوص اللي بيطلع منها ده بقى حاجه تانية، ده تحفه ده لوحده، طعمه حلو قوي، ده طعمه كمان ازيد، يعني طعمه غني اكتر من الصوص اللي نازل في البايركس تحت. نقطع بقى حته وندوق كده سوا. بسم الله ما شاء الله حلوه قوي قوي قوي، بجد 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 وصفه لذيذه جدا. انا ساعتها ما كنتش حاطه في الفلفل نفسه او في الفراخ شطه، فمع الاكل حطيت رشه شطه كده خفيفه، وكانت طعمها حلو جدا، وقدمناها بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، ويا رب يا رب وصفاتنا كلها تكون بتعجبكم وتكون خفيفه عليكم، واشوفكم على الف خير في فيديو قريب جدا جدا جدا، ودمتم بالف خير وعافيه يا رب. واللي يعجبه حاجه يكتب لي رايه تحت، واللي يجرب حاجه يا ريت يعرفني جرب ايه وعجبته ولا لا، وطلعت المقادير مظبوطه ولا لا، لان بجد ده بينفعني جدا وبيفيدني جدا جدا جدا. وبس كده خلصنا الفيديو بتاعنا، واشوفكم على الف خير في فيديو قريب جدا جدا، ومع الف سلامه.